كتاب مفتوح على البيت حرفه ازاي نجيب محفوظ كلماتي تاتو في عقلك يا بليد خدوا كتالوج نقوا منه نشيد بيقولوا كتير مظلوم لاني غزير خرطوم اغاني السين مصدوم انا سريع انا بزيع وده تاريخ زي الفراعنة والأمازيغ أنا فطير عالفول فلافل في الفلفول يا باشا تلفرفوش ناقص أطير أنا فقير بجمالك سهير زمالك شهير فتكاتك مزيكا وكذا أنا خبير خبط على مفيش هنموت يا نساسير مجنون عاوز أعيش خد الحتة عالعريش بعد ستة ما تكلمنيش أنا سارح عن الدنيا ما عنديش مشكلة واحدة أقدر أخليها توقفني طاير حر سارح عن السر في النهر انا دوت المر في الجنة انا دوت الحلو عشت كوابس المزيكا تاية شككوا ان انا ورايا فدرالية تايه وسط طوابق اقتصادية كلها نواظر مفيش قضية فلافل عالوافي ماركة فلانية كله نفسه يعرف مصدر طاقتي الإيجابية عنط وسط التماسيح وشفت الشرانية لو مش مصدق اسأل علي أحكام لا مفيش تيل باتمان وسط الخفافيش بطل الفيلم وما نتسويش انت مش حمل الخراطيش استلم مني السواريخ حتى مش هسيب لك عرانيس المس عليا بكباريت اللفة من ايديا تخليك سريح طاير مع الريح سارح عن الدنيا ما عنديش مشكلة واحدة اقدر اخليها توقفني طاير حر سارح عن السر في النهر انا دوت المر في الجنة انا دوت الحلو سارح عن الدنيا ما عنديش مشكلة واحدة اقدر اخليها توقفني طاير حر سارح عن السر في النهر انا دوت المر في الجنة انا دوت الحلو